أعزائي المتابعين، النهاردة بقى هنتكلم عن حلقة ازاي تجيب رزقها. تعالوا نشوف الناس بتهزها ازاي على الفيسبوك وعلى التيك توك، وهل بتجيب رزقها ولا الهز مجرد الهز. يلا بينا. هي اللي قالت يا عم، مش انا ماليش دعوه. تجربوه؟ اه نجرب. تجربيه ازاي يعني؟ زي الناس. زي الناس ازاي؟ انتوا ساكنين فين؟ يعني حاجه، انتوا ساكنين فين؟ قولوا لي ايه الحته اللي بيجربوا الناس؟ جربوا يا بيبي. ماشي، اكيد كان في تجربه مش كويسه. مش كويسه صح؟ فايه ايه الحكايه؟ امال يعني نوكس البنت جنبنا زي اللي قبليها بتطلع؟ وبصراحه ربنا الطول بعرض ده بشك فيه. معلم وانت قاعد كده، ما طب ما تنط. دافع يا ابني، دافع عن نفسك يا ابني. ده في منطقه اعراض وشغل، ما بتقول لك بشك فيه. ايه انت مسلم نفسك ولا ايه؟ ايش في ما تقلقيش يا ست الكل. لا ما هو مش بالكلام، هم برضه قالوا ما تقلقوش. ايوه طبعا يا ماما، اللي اقوله تجربه اخره جواز. يا ابني شكلها مصممه. يا ابني انت حد سمعتك كويسه في المنطقه؟ يعني حد مبلغ عنك بحاجه وحشه كده فهمونا. طب يا ناس اللي مالك يا ابني؟ لو عليك واخدين عليك حاجه، مضيينك على حاجه، قول لنا نساعدك. لكن انت بيبيعوا ويشتروا. في زمان كانوا بيقولوا بنشتري راجل كده، مش راجل كده، عجل طلوقة. مش مظبوط يا حبيبي. بص، هو بغض النظر عن الأستاذة شهد، يعني نفسي مش جايبين أقول الأنسة شهد طبعا، أكيد مش هتوافق يعني. ما يعني دي أكيد ولا إيه؟ مين فين؟ ما قول ما تتكسفش. ولا يا شاهد؟ أيوة طبعا يا ماما، اللي أقوله تجربة آخره جواز. آه أنت موافقة أمك في اللي بتقوله ده؟ أيوة طبعا. اهرب اهرب. شهد وامها اتفقوا عليك، ام شهد مش هتسيبك يا ابني. لا لا، قلبي وكيلني. اجري اجري، ما تقعدش. انا مش مستوعب اللي انتوا بتقولوه ده. زرجينا حضرتك لسه بتسأل شهد؟ افرض شهد مش موافقه مثلا، مع ان شكلها بالحته القطايه دي ما يعني هتوافق ان شاء الله، يعني امها هتضغط. افرض مش موافقه، ايه الام بتقول لك نجربك وكان في تجربه قبل كده، ما انت ما جيتش ولا ايه؟ طب يا ابني لو ماسكين عليك فيديوهات ولا صور قول، ما يعني هنساعدك والله. الحاجات دي بتتحل دلوقتي بعيد عن الاسم. مالك هتجربيني؟ اه ما عنديش مشكله. يلا قول لك ابو الزراجين، عندكش مشكله؟ لا مجمع، مبروك اخ زرجينا بيه بجد والله. انا فرحان لك، انا فرحان. انت كويس، انت اسمك زرجين المفروض، يعني زرجينا دي اللي هو زرجينا. ماشي فهمت دلوقتي. خش. طب ايه اللي هيتم دلوقتي ست الكل؟ هقول لك ايه اللي هيتم دلوقتي. انا مش هقدر اكمل بعد كده، نكتفي بهذا القدر. ويعني استاذ زرجينا نتمنى لك التوفيق، ويعني ما خير والله. يعني لو كنت كتبت العنوان من اول الفيديو زرجينا، نجيلك فين ولا نسأل عليك في مستشفى ايه، ونداء الى اصحاب زرجينا اسألوا عليه. ده سؤال.